بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة شاهد وتعلم مع الجرجوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة شحن الكرت. في ثلاث صفحات أساسيين بيقلب فيهم العداد. دي مثلا أول صفحة بيقول لك الرصيد بالجنيه 9 جنيه 68 قرش. دي الصفحة رقم 2 يعني الشريحة الثانية. الشريحة الثانية الثلاثة صفحة ثلاثة ده الرصيد بالكيلو وات. فأنا دلوقتي العداد بيديني لمبة زرقاء، معنى ذلك إن هي أنا فاخر 10 جنيه من الرصيد اللي في العداد، يعني المفروض أشحن. فإحنا دلوقتي هنتعلم مع بعضنا إزاي إن شاء الله نشحن الكرت. ومعلومة مهمة إن شاء الله، قبل ما تشحن الكرت لازم تطفي كل الأجهزة عندك، ما تسيبش غير لمبة واحدة بس، عشان اللمبة الواحدة دي هي اللي بتنزل الاستهلاك بتاعها على السيستم. لازم تطفي جميع الأجهزة وتسيب لمبة واحدة بس لمدة نص ساعة، من نص ساعة لساعة تسيبها طافية، عشان هي اللي بتنزل للاستهلاك بتاعها على السيستم. ده إن شاء الله نشحن مع بعضنا. المفروض دي أول صفحة، دي رقم العداد، نقلب لوحده الصفحات المهمة بس. دي أول صفحة، دي رقم العداد. لو بتقارن من فوق مع تحت تلاقي رقم العداد. دي صفحة واحد، دي صفحة اتنين، ده الشريحة التانية رقم الشريحة. صفحة تلاتة ده الرصيد بالكيلو وات اللي باقي في العداد. رصيد بالجني 9 جنيه 68 قرش. هنشحن ونشوف هيديني كام. الواجهة دي تبقى على المربع ده. بينا نشحن. بسم الله كده تم الشحن. كده تم الشريحة التانية. صفحة تلاتة ده الرصيد، الرصيد بالجنيه 65، لا الرصيد بالكيلو وات 65 كيلو وات. ده اللي ورقه من صفحة واحد اللي قلنا بالجنيه. صفحة اتنين ده الشريحة التانية. الرصيد بالجنيه اهو 59 79، كان 9 جنيه 62. كده تم الشحن. وفي نهاية الفيديو ان شاء الله يا ريت مشاركة الفيديو عشان كل يستفاد، وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.